إذا اندفاع موفقة سيداتي أنساتي سادتي من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك خالد هنا في الطائف في ثامن أشواط هذه الأمسية. الإنتاج المحلي التكافؤ من 0 إلى 65 عمر الأربع سنوات فأكثر والتي تتنافس على مسافة الميل مسافة 1600 متر مسافة الإيت فولونج 70,000 ريال تنتظر هذه الأسماء يتقدمهم ناش في اندفاعة سريعة في المرتبة الأولى والمطاردة من أرسيليا وكذلك هنا من المسار الداخلي لعيون حسن ومن بينهم يظهر في المرتبة الرابعة هنالك تظهر معشوقة الرياض وكذلك الحضور لبريق أمل في المرتبة الثانية ومن المسار الداخلي أمطرة ابن سبرينج أتلاست في المرتبة الثالثة هنا يتقدمهم ناش 800 متر بخمسون ثانية وتسعة أجزاء من الثانية أرسيليا في المرتبة الثانية بصمات هنالك تحت مركز خامسا برفقة معشوقة الرياض قهرمان والديربي في المرتبة الخامسة والسادسة وكذلك من المسار الداخلي تظهر ميلار هنا يتقدمهم ناش بن علم والحضور لأرسيليا ومن المسار الخارجي لبريق أمل التوفولينج الفاصلة هنا 400 متر الأخيرة 1200 بدقيقة و17 و91 أجزاء من الثانية أرسيليا قامت بالتبديل وأمطرت من المسار الداخلي ومن المسار الخارجي بريق أمل هل من حضور أو ظهور أمطرت في الحضور الأول لها وأرسيليا قادمة في الحضور الخامس أمطرت ابنة سبرينج أتلاست اللي اسفهلت وانورت أمطرت قادمة لتسجيل هذا الانتصار بشعار ابناء سعود بن رزيق الشيباني تدريبات المدرب متعب سعود وقيادة الخيال جيمي كاريون في الحضور الأول لهذا الموسم تسجل الانتصار الثاني لها ابنة سبرينج أتلاست في الحضور الأول لها بتصنيف 62 ما قبل هذا الشوط قدمت شوط مميز شاهدناه من المسار الداخلي